لمناقشة آخر التطورات الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بك سيد محمد. بداية، تصعيد صهيوني مكثف خلال هذه الأيام على قطاع غزة تحديدا، ما هي الغايات من هذا التوقيت بالذات بحسب اعتقادكم ومتابعتكم؟ نعم، هناك العديد من الأسباب لدى قوات الاحتلال لتصعيد هجمتها الشرسة على قطاع غزة، لعل أبرزها أن توضح للساحة الدولية بأن كل العرب في جيبتها، وأنهم يطبعون علاقتهم معها، وأنه بقي فقط عدو للسلام هو المقاومة وهو الشعب الفلسطيني. نعم. وبالتالي يحاولون، وهذه نقطة خطيرة جدا، يحاولون بالتزامن مع ورود السلام المنثورة في الخليج العربي أن ينثروا المتفجرات والألغام على غزة كأنها كلها تؤدي إلى مسار واحد وهو استقرار المنطقة. المعنى في استقرار المنطقة أن تحارب القضية الفلسطينية ويحارب الحق الفلسطيني الذين يسمونه إرهابا، وفي نفس الوقت يرحب باليهود في الخليج وغيرها من أدوات التطبيع. أيضا هي محاولة للخروج من المأزق الداخلي لدى نتنياهو بالذهاب إلى شبه توتر، وليست مواجهة بل هي شبه توتر، وهذا كله على حساب الشعب الفلسطيني. نعم. الآن حركة حماس وإلى جانبها العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية هددت بالخوض في معركة ضد الاحتلال الصهيوني في حال استمرار انتهاكاته وقصفه لقطاع غزة. باعتقادكم سيد محمد، هل نحن مقبلون أو هل غزة مقبلة على حرب جديدة؟ أعتقد أننا أمام حرب ستكون قوية للأسف، وستكون المواجهة فيها الأشرس منذ 2006، لأن كل مقومات الاحتلال الذهاب إلى حرب الآن قائمة، لديه حضن عربي مطبع، لديه أيضا التفاف ومؤامرات في الخارطة الجغرافية لقطاع غزة، ولديه أيضا حبكة سياسية ومحاولة لزج قيادة للشعب الفلسطيني بديلة عن الشعب الفلسطيني الذي اختاره في انتخابات 2006 وهي حماس، أو حتى القيادة التابعة للسلطة الفلسطينية. كل هذه القيادات يجب أن يغير المشروع السياسي لها، وهذا أجندة إماراتية إسرائيلية للأسف. وأيضا هناك محاولة لكسر شوكة قطاع غزة، لأنها يحاولون إظهارها على النقطة الأكثر توترا والنقطة الأكثر رغبة في الحرب والدماء، وهذا ما يريده نتنياهو حتى يتقدم للأمام، وأيضا يحاول جمع آراء محلية ودولية لصالحه ولصالح مشروع التغيير السياسي الذي بدأه قبل سنوات. حماس كذلك حذرت من مخاطر التطبيع على مستقبل الفلسطينيين، برأيك هل هناك صلة بين التطبيع والتصعيد الحالي في قطاع غزة؟ لنكن واضحين بشكل عملي، التطبيع هو مرتبط بالتصعيد، التطبيع لتسويق صورة إسرائيل، والتصعيد لإبداء أن إسرائيل تحارب الإرهاب. هذه المعادلة هي منطلقة منذ أحداث 11 من سبتمبر، وكل الذئاب تحاول استغلالها. نعم. لكن الأهم من هذا كله الآن هو أنه لو تخلى كل العالم عن المسجد الأقصى المبارك وعن القضية الفلسطينية، ورفض الفلسطيني التطبيع وبقي يقاوم، فلن يفلح الاحتلال في كسر شوكته. ولو قاوم كل العالم وأراد الفلسطيني أن يطبع وأن ينذل، لن يستطيع العالم أن يمنع واحد يريد أن ينذل. لذلك الآن مفتاح السر هو الوحدة الوطنية الفلسطينية المبنية على المقاومة، نبذ كل أشكال التفرقة والانقسام، استبعاد خيار التسوية الهزيلة المذلة، وعدم الاعتماد على جوهر فكرة التطبيع وإدانتها بقدر ما هو جوهر بناء الثقة بين الشعوب العربية وبعض الأنظمة التي لا زالت قوية تدعم الشعب الفلسطيني، وأيضا بناء جسور الثقة مع الساحة الدولية، وأيضا بناء جسور الثقة ما بين القيادة السياسية والشعب الفلسطيني، لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة التي تعد الأخطر والتي تعد لصالح نتنياهو حتى اللحظة، ما لم نغير ما بأنفسنا من صعيد سياسي، صعيد ميداني، صعيد مجتمعي، وأيضا هذه الجسور التي ذكرناها لنتجاوز هذه المرحلة.
الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق، شكرا جزيلا لك.